معماريون ومخططون وأكاديميون من مختلف أنحاء العالم احتفلوا بأفضل ما أنتجته العمارة العالمية في جائزة تميز المعمارية في دورتها العاشرة في العاصمة العمانية مسقط. جائزة تميز هي جائزة عالمية تعقد كل مرة في بلد، ونحن بذلنا جهدنا هذه المرة حتى تكون الاستضافة في سلطنة عمان لاعتبارات كثيرة، منها تاريخ عمان المعماري وإرثها الحضاري في خارطة تاريخ العمارة العالمية، ورغبتنا في إشراك المجتمع العماني والعنصر المعماري والتخطيطي منه في التوجهات الجديدة في التخطيط والعمارة. ثمان فئات اشتملت عليها الجائزة، وهي جائزة التميز المعماري لمشاريع تخرج طلبة الأقسام المعمارية في العالم، وجائزة تميز للنساء في العمارة والإنشاء، وجائزة تميز للإنجاز المعماري مدى الحياة، وجائزة شخصية العام المعمارية، وجائزة رفعة الجادرجي المعمارية، وجائزة ضياء العزاوي للفن العام، وجائزة تميز للتقدير الخاص. أول عماني وخليجي فائز بجائزة محمد مكية للعمارة، إحدى الجوائز المقدمة من مؤسسة تميز العمارة. هذا دافع للعمل وبذل المزيد من الجهود في خدمة قطاعات العمارة والتخطيط العمراني، خصوصا وأن الراحل الدكتور محمد صالح مكية كان له ارتباط وثيق بالسلطنة من خلال تصميمه لتحفة الإسلامية التي قدمها للعالم الإسلامي أجمع، جامع السلطان قابوس الأكبر في بوشهر. وللأهمية المتزايدة للجائزة في قطاعات الهندسة المعمارية والتخطيط والتصميم، فقد شارك بها أكثر من 120 مهندساً من مختلف الدول، وتم تكريمهم في هذا الحفل الذي جمعهم في مسقط، المدينة ذات الطابع المعماري الفريد والهوية المعمارية الأصيلة. جائزة تميز للعمارة في دورتها العاشرة اختارت العاصمة العمانية مسقط لتاريخها المعماري الحافل والممتد في جذور التاريخ لقرون من العمارة العريقة. إسماعيل بن إبراهيم الحضرمي، مسقط.